أهلا بك، أهلا أهلا وسهلا. فيك يا أحمد. بالتأكيد نتمنى لك ولكل الطواقم الطبية والكوادر تمام ووفور الصحة والعافية إن شاء الله. في هذا الصباح وفي الحديث بعد التصريحات الأخيرة، ظهور سلالة جديدة من الكورونا التي بالفعل للأسف باتت قريبة على الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد الإعلان عن 4 حالات في الداخل الفلسطيني المحتل. لا نعلم ماهية ومكونات هذه السلالة الجديدة، لكن كنت قد تحدثت أن بعض المتعافين من الكورونا الخوف ليس بالإصابات إنما بالأعراض ما بعد الإصابة وخلال الإصابة، فما الذي ظهر حديثا فعليا لدى وفي صفوف مرضى الكورونا؟ يسعد صباحك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. بالنسبة لموضوع السلالة الجديدة في الفيروس، أصلا هو الفيروس بطبيعته دائما يتطور، يعني هو نفسه الفيروس لديه القدرة إنه دائما يطلع خلينا نسميها أجيال جديدة بناء على الوسط المحيط فيه. هي طبيعة الفيروس، يعني الفيروس ما له شكل واضح، فممكن يصير في أي لحظة تغير في خلاياه وفي بروتينات المكونة له. هلا بالنسبة للسلالة كمان احنا لسه بصراحة ما عرفناش انه هل هي السلالة هاي خطيرة او السلالة هاي نفس السلالة الموجودة اصلا. فغالبا غالبا انا اتوقع انها تكون السلالة هاي تقريبا ما يعني مش راح تشكل الخطورة اللي كانت كبيرة، اتوقع راح تكون نفس الاعراض، ولكن ما تحدث عنه البريطانيون بالذات انه بيميز هاي السلالة هو سرعة العدوى او سرعة انتشار الفيروس. هذا ما يتعلق بالسلالة الجديدة. بالنسبه للمضاعفات وزي ما تفضلتي ان احنا حاليا، يعني انا شخصيا كمان كنت دائما احكي ما بيهمني الرقم قد ما بيهمني نوعيه الحالات. صحيح، دائما نوعيه الحالات هي بالنسبه لنا اهم من الارقام. يعني احنا اللي صار بالفتره الاخيره، خلينا نقول بعد شهر، بعد بدايه فصل الخريف، للاسف نوعيه الحالات كانت اصعب من الحالات اللي كنا نتعامل معها في بدايه الازمه او في الصيف. نوعية الحالات، أول شيء الحالات أصبحت تشمل كل الأعمار، نعم، يعني بطلنا نحكي عن بس مرضى شيوخ أو كبار بالسن أو المرضى اللي بات عندهم الكل أمراض عرضة مختلفة. لخطر هذا الفيروس. طبعا طبعا الكل معرض، الكل معرض للإصابة والكل معرض بين قوسين للمضاعفات والخطر، ليس فقط الإصابة. يعني أنا بدي أتحدث على مستشفى، على مستوى مستشفى هوجو تشافيز. في المستشفى حاليا موجود عندنا شباب، وفي عندنا شاب في قسم العنايه المكثفه ولا يوجد له اي تاريخ مرضي سابق. نعم، شاب من محافظه نابلس في الثلاثينات، اعتقد 33 34 سنه. وفي قسم المنامات كمان في عندنا شباب من محافظه رام الله، محافظه سلفيت. قصد انه احنا كنا معرضين، كنا معرضين للاصابه، كنا معرضين للمضاعفات ليس فقط للاصابه. وزي ما بتعرف انت اصلا اصابات الفيروس او الاعراض اللي بيجوا فيها المرضى على اقسام الطوارئ تختلف. يعني في مرضى بيكون رشح بسيط، رشح خفيف، في مرضى هزل عام، في مرضى تقيؤ واسهال، في مرضى ابتداء عندهم حاسه الذوق والشم. مرضى اسوء انواع المرضى، يعني اقصد عفوا مش هم سيئين، اسوء انواع الصوره السريريه للمرضى، المرضى اللي بيجوا بسعال وضيق في التنفس ونقص الاكسجين، هذول المرضى عاده هم اللي بخوفوا، عاده هم اللي بيكونوا معرضين لمضاعفات او بيكونوا على الاقل بدهم وقت طويل للمكوث في المستشفيات واقسام العنايه على جهاز الاكسجين. نعم، طب دكتور باسم، يعني ما هي بصراحه المضاعفات التي لوحظ ان بعض المتعافين من الكورونا، مرضى الكورونا، كانت قد ظهرت عليهم بصراحه ولا تزال هنالك معاناه؟ تمام، هو اللي بيصير كالتالي، انه احنا المريض بدخل عندنا، ليش بدخل مريض الكورونا المستشفيات؟ بدخل لسبب اساسي اللي هو نقص الاكسجين، صحيح، او ضعف في وظائف الرئه والتهاب في الرئه. فاحنا اللي اكتشفناه انه المريض بعد ما خلينا نقول اموره التنفسيه نوعا ما تتحسن، يعني بصير مثلا ياخذ 10 او 15 لتر اكسجين، بصير ياخذ 5 لتر، لاحظ انه بصير في ضعف في الكلى، لاحظ انه بصير في بعض الجلطات عند بعض المرضى، صار جلطات رئويه او دبحات صدريه على القلب. فهذا سجلناه في تشافيز مع عدد من المرضى، كان بسيط ولكن سجل، خصوصا بما يتعلق بالجلطات الرئويه. اصلا الامريكان عملوا دراسه على هذا الموضوع وشرحوا بعض الجثث، واكتشفوا فعلا انه معظم مرضى الكورونا بيموتوا من جلطات رئويه، مش قلبيه، جلطات رئويه، هي أسوأ انواع الجلطات، لما يسكر الشريان الرئوي اللي بيوصل الاكسجين اصلا للقلب. فهذا موضوع صدقا مخيف، يعني
انه انا انه الناس بيحكوا طب انا بالتنفس شو دخل الجلطه؟ لا، بعض الدراسات اكدت انه هذا الفيروس بيزيد نسبه التخثر في الاوعيه الدمويه، يعني لما يزيد نسبه التخثر في الاوعيه الدمويه معناته اوريدي المريض معرض لجلطات، بالرغم من ان المريض يكون ماشي على مميعات من لحظه دخول المستشفى، يعني احنا بنكون نعطي المريض اصلا اوريدي مميعات تجنبا لحدوث الجلطات، ولكن بعض الاحيان للاسف حدثت مع بعض المرضى، بعض المرضى توفي من الجلطات هاي وبعض المرضى طب يعني نعم يعني دكتور باسم، البعض بصراحة للأسف الشديد سواء كان للكوادر الإعلامية أو حتى الطبية يتهمنا بالمبالغة وبأن كل الأخبار التي نأتي بها هي متشائمة، لكن هنا نود الإشارة أن واقع الحال يتحدث بهذه المعلومات ونحن لا نفتي من بنات أفكارنا ولا حتى نؤلف بصراحة في هذه المواضيع، دراسات عالمية تقوم على مثل هذه المواضيع. نعم نعم، الهدف 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 يعني انا من بدايه اول ما حكيت الموضوع بجوز قبل 10 ايام انا كيف فهمت عرضت لانتقاد من عامه الشعب، يعني زي ما بيحكوا فلاحين عادي، احنا ما بدنا نخوف، احنا ما نخوف، احنا بدنا نوصل معلومه، الهدف انه نوصل معلومه انه الكوفيد لن يرحم لا صغير ولا كبير. واحد، اثنين، مضاعفات تحدث ليس فقط في فلسطين، تحدث في كل انحاء العالم. صحيح، واحنا والحمد رب العالمين بالنسبة لو قسنا حالنا بأوروبا بروسيا بأمريكا نسبة الوفيات ما زالت عندنا أقل الوفيات، ولكن 1% اللي بموت عندنا أكيد هو عزيز علي وعزيز عليك وعزيز غيره، فليش نفقد 1%؟ صحيح، يعني ما لازم نفكر بالطريقة هاي، يعني نسبة الوفيات عندنا لم تتجاوز 1%، ففي آخر 1% ممكن يكون أبوي أو أبوك لا سمح الله، ليش نفقده؟ فالمطلوب إنه بدنا زيادة وعي، بدنا أنا كمان يعني عبر محطتكم بطلب من وسائل الاعلام كمان تعطي هذا الموضوع يعني اولويه بزياده لتوعيه الناس لتوعيه الشعب، لانه يعني ان شاء الله الناس الشتويه هاي بتمر على خير وان شاء الله ما نفقد حبايب، واحنا رح نتجاوز الازمه، احنا شوفي رح نتجاوز الازمه ولكن نتمنى ان نتجاوزها باقل الخسائر. نعم يعني طب دكتور، ان لا نفقد حبايب. نعم يعني طالما اننا نتحدث الان معك من وكإداري في مستشفى هوغو تشافيز، كيف يبدو الوضع في المشفى؟ هل بالفعل ممتلئ هذا المشفى كسعة استيعابية؟ يعني في الأيام هاي خلينا نقول الأيام الماضية السابقة الماضية كانت يعني في أيام يكون ملان في أيام يكون لا، يعتمد على نوعية الحالات والإصابات. بالحقيقة أنا بدي أحكي بشيء أنا مو مش متخصص بالطب الوقائي والوبائيات، بالتسكير اللي صار قبل أعتقد أسبوع في بعض المحافظات أعطى نتائج يعني لو بسيطة، يعني بناء أنا بتطلع على الحالات وعلى وضع المستشفيات تكتشف انه هذا التسكير اللي كان اعتقد في نابلس وفي الخليل وبعض المحافظات اعطى نتائج، ولو يعني ولكن احنا شعرنا فيها حسينا بها. نعم نعم، اذا كمان كمان شغله اغلاق المدارس اعتقد انه يعني كمان اعطى نتائج، اعطى نتائج بسيطه، لانه اللي بيجيب الفيروس يعني انا لما يكون عندنا في المستشفى خلينا نحكي 15 مريض فوق ال 70 سنه. طب ال 70 سنه هذول لا بيطلعوا على مقاهي عفوا ولا بيطلعوا على مطاعم ولا بيرجروا، صحيح؟ فاللي بيجيب الفيروسات احنا الفئه الشبابيه. صحيح صحيح، وهم هم اللي يدفعون الفاتوره، هم اللي يعانون. نعم، المطلوب يعني المرحلة القادمة يعني. طب هنا ربما تأكيد على كلامك دكتور باسم، واسمح لي بهذه المداخلة من الأستاذ أمين صباح، يقول يسعد صباحكم بكل خير دكتور باسم، كلامك سليم، مكثت عندكم شهر كامل ودخلت مرحلة حرجة وصعبة جدا وما زلت أعاني هزال ونقص أكسجين، علما أن دخولي المشفى كان بشهر 8 وما زلت أتردد على عيادة أحد الأطباء، بالتأكيد لأخصائي أمراض صدرية في مشفى رام الله. أيضا بيقول الكوفيد يا إخوان لا يرحم صغير ولا كبير، لم أكن أعاني من أي مرض، يكفينا استهتار وتكذيب. هذه من الأستاذ أمين صباح في مشاركة الآن عبر البث المباشر. تحياتي له وتصديقه يعني، وأنا تصديق لكلامه، فعلا بعض المرضى كمان بعد ما تعالجوا من الكوفيد ظهر عندهم شيء بنسميه تليف في الرئة، وقعدوا مدة طويلة على أكسجين في البيت، وممكن هذا المريض اللي بحكي لك من شهر 8 تعالج وإحنا بشهر 12 يعني تقريبا آخر 12 يعني تقريبا 4 شهور. صحيح، هذا المريض على الأكسجين، هذا يدل أنه لحد الآن ما زال في عنده خلينا نقول ضعف خفيف في أنسجة الرئة أو دمار في أنسجة الرئة نتيجة حدوث تليف، وحدث هذا وحدث لبعض المرضى في فلسطين وفي العالم، أنه بعض المرضى للأسف دخلوا في شيء بنسميه تليف في الرئتين. نعم، ومكثوا لمده طويله على الاكسجين في المنازل. نعم، طب دكتور باسم ايضا في راس دياب يستفسر. باسل. نعم نعم، باسل.
باسل، عفوا دكتور باسل، يعني هنا يستفسر فراس دياب بيقول طب ما بعد التعافي، وأنت ذكرت بعض المضاعفات التي تبقى حتى ما بعد التعافي، ولربما يتوجب على المصاب أي يقوم بزيارة الأخصائيين أول بأول، يقول لماذا تبقى أو يبقى فقدان حاسة الشم والذوق حتى بعد التعافي؟ هل هذا وارد، كان لديكم ضمن الحالات؟ وارد وارد. في بعض الناس يعني بتعرف، في شاب حكى معي قبل اسبوعين فاقد الشم شهر 5، يعني هو كان مصاب شهر 5 ولليوم يعني لحد قبل اسبوعين هو كان فاقد الشم فوري، يعني تقريبا من 7 شهور. هلا بالنسبه لفقدان حاسه الشم، واضح انه المستقبلات اللي موجوده في جدار الانف الداخلي تتضرر بالفيروس بشكل كبير. هلا بصراحه انا يعني هذا قصدي، ولكن انا بدي اوجه رساله اذا كان بيسمعنا، في بعض التمارين الخاصه للمستقبلات هاي بامكانه انه يستشير اي طبيب انف حنجره اذن، او ممكن يدور عن طريق الانترنت جوجل في بعض التمارين، اعتقد في بعض الناس استخدموها التمارين هاي والامور رجعت، ولكن ممكن انه يعاني كمان لفتره اكثر من 6 شهور بفقدان الشم. يعني هذا وارد جدا من ضمن المضاعفات التي والتبعات التي تبقى ما بعد الإصابة بالكورونا، لكن الأهم من ذلك هو الوقاية، وما أجمل أن نتوقع، وهي الوقاية خير من قنطار علاج، ومن خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه التوضيحات بخصوص الكورونا وأيضا المرضى المصابين بالكورونا في هوغو شافيز. أشكرك السيد الدكتور باسل بواطنة مدير مستشفى هوغو شافيز، شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد نتواصل.